السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر آداب وإنسانيات. درس اليوم التمدد والتضيق. سوف نتعلم في هذا الفيديو تحليل الانعكاسات في المحور X ضرب المخرجة في العدد نيجاتيف 1. المثال الأول: كيف يغير ضرب المخرجة في العدد نيجاتيف 1 التمثيل البياني للدالة لتكن الدالة g of x equals negative 1 f of x عندما f of x equals x square، وأيضا عندما f of x equals negative cube root of x. الحل: المطلوب هو معرفة ماذا يحدث للدالتين في حالة ضرب كل منهما بالعدد negative 1. أولا، الدالة الأولى f of x equals x square. عند ضرب الدالة في العدد negative 1 ينتج g of x equals negative x square. لمعرفة التغير الذي يحدث نرسم الدالة f of x equals x square والدالة g of x equals negative x square، وذلك على المستوى الإحداثي بتكوين جدول كالتالي: الدالة f of x equals x square، نعوض القيم في الدالة فينتج negative 2 4 negative 1 1 0 0 1 1 2 4. نعين النقاط الناتجة على المستوى الإحداثي ونصل بين النقاط فينتج رسم الدالة f of x equals x square، وبنفس الخطوات نرسم الدالة g of x equals negative x square. نعوض القيم في الدالة فينتج negative 2 negative 4 negative 1 negative 1 0 0 1 negative 1 2 negative 4. نعين النقاط على المستوى الإحداثي، نصل بين النقاط فينتج رسم الدالة g of x equals negative x square، أي رسم الدالة f of x بعد ضربها بالعدد negative 1. نلاحظ أن التمثيل البياني للدالة g of x equals negative x square هو انعكاس لتمثيل الدالة f of x equals x square في المحور x. ثانيا، عندما f of x equals cube root of x بعد ضرب الدالة في negative 1 ينتج g of x equals negative cube root of x، ولمعرفة التغير الذي يحدث نرسم الدالة f of x والدالة g of x على المستوى الإحداثي بتكوين جدول لرسم الدالة f of x equals cube root of x، نعوض القيم في الدالة فينتج negative 4 negative 1.6 negative 1 negative 1 0 0 1 1 4 1.6. بتعيين النقاط على المستوى الإحداثي وتوصيل النقاط ينتج رسم الدالة f of x equals cube root of x، وبنفس الطريقة نرسم الدالة g of x equals negative cube root of x، نعوض القيم في الدالة فينتج negative 4 1.6 negative 1 1 0 0 1 negative 1 4 negative 1.6.
بتعيين النقاط على المستوى الإحداثي والتوصيل بين النقاط ينتج رسم الدالة g of x equals negative cube root of x. نلاحظ أن التمثيل البياني للدالة g of x equals negative cube root of x هو انعكاس لتمثيل الدالة f of x equals cube root of x في المحور x. وبشكل عام إذا كانت g of x equals negative 1 f of x أي إذا تم تغيير إشارات جميع حدود الدالة فإن التمثيل البياني للدالة g هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة f في المحور x. والآن عزيزي الطالب حل السؤال التالي. اكتب دالة تمثيلها البياني انعكاس للتمثيل البياني للدالة f في المحور x. الفرع a f of x equals x. الإجابة هي g of x equals negative x. الفرع b f of x equals square root of x. الإجابة هي g of x equals negative square root of x. أما واجب اليوم فهو السؤال التالي. وأخيرا أشكركم على حسن استماعكم على أن نلتقي في الفيديو القادم لنكمل معكم درس التمدد والتضيق.